السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم، بعزك عم الشيخ، لدي بعض الأسئلة. اسأل. حكم تصوير جزء من كتاب، يعني حوالي 10 كتاب، بصعوبة شراء الكتاب لعدد كبير من الطلبة، يعني 50 طالب مثلا، وانا اشتري الكتاب، يعني لا أنا بأس، ابيع للطالب لا يطلب الكتاب ده. لا انت عفوا، انت تبعته كتاجر او على لنفسك فقط؟ لا لنفسي، من باب للطلبة، عشان خاطر احل معهم الاسئلة، كي احل لا معهم. يعني انت تتاجر في كتب الناس؟ لا اتاجر، والله لا اتاجر، انت ولكن اذا كنت طلبة ساراجع معهم فقط، ليس طلابي، ليس طلبتي، ولن اكسب في الكتاب جنيه. خلاص لك ذلك، الله يسلمك.